السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة في هذا اليوم عبارة في أنتيريور أبدومنال عن شرح كيف. بداية نعرف التقسيمات من أنتيريور أبدومنال وفائدتها في دراسة الميديسن في وسط الماسس بين أو أي شيء آخر في معالجة الكلينيكال كيس. على أي أساس يقسمون الأنتيريور أبدومينال وول؟ هذا اللي بنشوفه قدامنا هي صورة للأنتيريور أبدومينال وول اللاند مارك. هذه اللي بنشوفها هنا هي الأمبلايتس. طبعا الأبدومينال كيفيتي بالحقيقة هو أكبر مما نشوفه من الخارج، لأنه جزء كبير من الأبدومينال كيفيتي صاير أندر كفر of the lower ribs. كذلك الجزء من الابدومينال كيفيتي اللي صاير ضمن البلفيك بون وانقسم الى البلفيك. اكو مجموعه من البلينز اللي استخدمت تقسيم الانتيريور ابدومينال وول الى ريجنز. خليني راح امر عليه المرور سريع. ناخذ البلينز اللي اكثر استخداما واكثر شيوعا بالنسبه للكلينيكال سيكريشن. مثلا عندنا اكو بلين اللي يمر بالزيك استرنال اللي يسمونها زيك استرنال بلين. اكو بلين اخر اللي يمر بالتيوبرتل بالاليا التيوبرتل اللي يسمونها ترانس تيوبرتلر بلين. هذا اللي بنشوفه هاي بلين، هذا الخط المتصل والخط المتقطع. هذني اللي استخدمت طبعا احنا اللي بنستخدم بصوره عامه هو هذا الميد كلابيكلر بلين، هذا الخط المقطع. وعندنا الترانسبيلر بلين والانتر تيوبركولر او الترانس تيوبركولر بلين. بالتالي راح يقسم لنا الابدومينال ريجن الى تسع مناطق راح نشوفها هنا. الترانسبيلر بلين اللي هو بلين اوف اليسن، عندنا مجموعه من الستركشرز اللي صايره ضمن هذا البلين. هذا الوصف مالته انه يكون بمنتصف المسافه بين السوبرا ستيرنال نوت والابر بوردر اوف. هذه هي السوبر ستيرنال نوت وهذا هو الكيوريت تقريبا، هو يكون بالمنتصف هذا المكان. راح يطلع لنا الاول الفقره الاولى هنا كذلك يلتقي ويا من اوف دي 9 كوستال كارتيج هنا وير لينيس ميولاريس بروزيز كوستال مارتيج. هذا لينيس ميولاريس ناخذ الاكثر من الوضع. كذلك عندنا الكثير من الفاكتور اللي صايره على السبلين، هذه موجوده قدامكم احنا ما راح نطول فيها حتى ننتقل الى موضوع اخر. بلين اخر اللي هو اسمه السب كورتال بلين، السب كورتال اللي صاير مباشره جوا الاضلاع يعني هاي كورتال مارتن ويكون جواها او ويا كافه السكتائف. يقطع تقريبا الاول 3 ليفل. كذلك يكون كلام مارتن كثير من السكتر. بلين اخر اللي هو سوبرا كريستال، هذا صاير فوق الكريست مباشره. قد يستخدم او قد تقرا في مكان من الكتاب او في الترانستيوبركولر او الانترتيوبركولر بين. هذا اللي قلنا قبل شوي احنا نستخدمه بكثره اللي هو الموقع عن طريق الليفل اوف الفايف. وكذلك طبعا احنا من الفايف والاورجن او بدايه الانتيرال فينا كابل. الانتر سباينس بلين هذا يمر بالانتيريور سباين. كذلك المكان ما يمكن مارك بين الدمبو ساكرال ديسك او الساكرال برومنتري او اعلى او اسفل حسب الانتينيشن على الساكرال انتينيشن. البلين اوف كيوبيك كريست هذا اللي صاير هنا احنا اللي نستخدمه بصوره عامه هو البلينز اللي هو بالنسبه للاوبريات اللي هو الترانسبايلر بلين وهذا الانتر تيوبركولر بلين. بالنسبه للعمودي عندنا الميد كلافيكولر بلين اللي يمر في منتصف الكلافيكول. وبالتالي راح تقسم عندنا الابدومينال ريجن الى تسع مناطق ابتداء منها سيقولها هذا الرايت هايبوكوندريوم، هذا الرايت تمبر، الرايت فوسا، هذا الاوبيكاستريك، هذه الامبريكال ريجن، هذه الهايبوكاستريك او السوبراكيوبيك
المصل أو الأنتيريور أبدومينال وول بداية إحنا عندنا سكين طبعاً يغلب الأنتيريور أبدومينال وول من المخرج للسكين راح تطلع عندي السوبرفيشال باشر. السوبرفيشال باشر اللي موجودة بالأبدومين تتميز إنها تحتوي على طبقتين، طبقة شحمية اللي يسحولها الفاتي لاير أو السوبرفيشال باشر أو كامبوس باشر، جوا عندنا الممبرينس لاير أو السوبرفيشال باشر أو سعود السكارباس باشر. الكامبوس باشر اللي هي الفاتي لاير اللي يصير فيها ديبوز deposition of fat يعني هاي المسؤولة عن الـ obesity اللي يصير هنا هو deposition of fat in the campus fascia وراها المجنة membranous بعدين تجينا deep fascia وراح تجينا بعدين muscle layers. المuscle layers اللي موجودة بالanterolateral بالحقيقة abdominal wall يقسموها إلى عدة مجموعة من العضلات. أولا اللي هي external oblique muscle. external oblique muscle اللي هي هذه جهد فايبر يكون downward and medial أو كان يكون forward and downward بمعنى الأوريجين هذه العضلة يكون من عن طريق vegetation يعني مثل الأصابع الثمانية السفلى بالتالي طبعا راح تصير وياها inter vegetation بالوية خاصة من الباك الابسموس دورسي والابن السريتس انتيرا موجودة اللور فورت راح يصير بيه الانترديجيتيشن وهي عمل بيه الابسموس دورسي والابر فورت الانترديجيتيشن وهي السريتس انتيريا موجودة الفايبرز باس يسلنا فورورد عن ميديال هنا راح تنتهي فعند اعتبار هاي الثلاث مصر الثلاث مصر فراح تنتهي في افون روس مو تندل ما اتنسل في افون روس من توصل تقدم يعني باس فورورد هنا راح تاخذ attachment point the outer lip of the iliac crest هنا فبعدين نهايه الانتيريور سوبيريك سباين راح يمتد من هذا الامتداد اللي هو الابونروتيك فايبر راح يكون لنا الانجونال ليجمنت راح يكون في رولينج انورد يعني راح نهايه الحلقه راح تنحني الى الداخل وراح تمتد الى حد ما توصل للكيوبيك تيوبركل هنا في هذا المكان. هذا الحد الفاصل هسه اللي حكينا عنه قبل شوي انه يكون لاين هذا اللي كان طبعا يكون واضح انه فاصل عند الافريكس. العضله اللي وراها راح تجينا دي توتنا اللي هي الانترنال اوف دي مصل الانترنال اوف دي تاخذ اورجن من طبعا من الباك يجينا من الباك تقدم الى الامام من ال لمبر فاشيا كذلك تاخذ اوريجن من الاليك كريست طبعا بالمنتصف احنا عندنا على طارق الاكسترا اوبيك وراها راح تجينا الاكسترا اوبيك وايضا تاخذ اوريجن من الداتال بارت اوف ذا انجونال ليجمنت. هاي الفايبرز مالتها تقريبا تكون ابورد اند ميديال صوره رئيسيه راح بمعنى انه راح تبقى طعويه من تكون على رايت انجل ويا اتجاه الفايبرز مالت الاكسترا اوبيك مصر. الأفونروسيس مالتها راح يكون هنا للأمام راح يرتقي ويا من يرتقي ويا العضلة أو الأفونروسيس من الجهة المقابلة وواتس كول في هذا الفينوس خط الفينوس اسمه لينيا أربا ستراكشر. هذني الأفونروسيس اللي صاير هنا راح يشكل لي الأنتيريور لاير أوف ركتوس شيل هذا بيننا بين منتصف عندي ولا ركتوس شيل داخل الركتوس شيل اكو عندي عضله اسمها ركتوس ابدومين مصنفين اسمها ركتوس ابدومين مصنف لان اتجاه الفايبر مالته يكون مستقيم الى الاعلى من الاعلى للاسفل في الطبقه الداخليه اللي هي الانترنال اوبليك. الانترنال اوبليك ايضا داخل من الصف من الكوستال مارشن وداخل من الاليك من اللمبر فاشيا ومن الاليك كريست وايضا داخل من الانجونال كمان اتجاه الفايبر من ترانزفيرس ابدومين يكون تكون يعني افقيه ايضا تنتهي بابونروسس. هذا الابونروسس راح يمر وراء هاي الركب ابدومين مخل فيشكل لي اوف ذا ركبس ابدومين مخل. الريكتس ابدومينس مصاب بالنهايه العضله اللي تكون
يكون جهه عمودي هنا بنشوف فيها التقسيمات انها هاي تندرس انترسكشن. هاي تندرس انترسكشن اول وحده من جوا الاندراكس، وبعدين تقطع لنا العضله الادمينال في الانترسكشن هنا بالاسفل اكو عضله موجوده اخرى صغيره اللي اسمها البايراميدالس مصر. هاي البايراميدالس تكون ايضا ضمن الركتس شيب، يعني هاي الركتس ابدومينس والبايراميدالس تكون ضمن هذا الغلاف اللي حسب هذا الركتس شيب. من اواخر هاي العضله راح القى انه البوستيريور لير او البوستيريور ليف اوف ذا ركتس شيب. هنا عباره انه الركتس شيب ينتهي من الخلف بهذا الخط هنا اللي بسهوله مليونر لاين او سوري اركويت لاين. هذا الاركويت لاين اللي هو نهايه البوستيريور لاير اوف ريكتال شيت، يعني ورا او قد اسفل ما عندي اكو نروس. هنا مجرد تشوفون انه اكو فاشيه، هاي الترانسفيرسالس فاشيه اللي موجوده هنا. هذه وصلت العضلات كلها. احنا طبعا عضلات الابدومن نشوفها بوضوح اكثر شيء بالابداع، يعني بالخواصر تكون اكثر بروز. هاي الاكسترنال والانترنال اوبليك وهاي الترانسفيرسالس ابدومنس. اذا اشوف النورو فاسكولار بندل النيرف تفوت بين الطبقه الداخليه والطبقه الوسطى من العضلات، هذا حال التراسك ريجن نفس الشيء. هنا جوا راح اكل ترانسفيرسالس. من افتح الفاشيه راح افوت وين على الابدومنال. طبعا قبل الابدومنال كيفيتي اكو طبقه اللي هو التريتونيوم. التريتونيوم هو عباره عن طبقه او يعني ممبرين سنجل لاير يغلف لي الابدومنال فيزرا مو كلها طبعا معظمها. اثناء الديفلوبمنت هو راح يكون بالصفه يغلف البول كله، لكن اثناء الديفلوبمنت واثناء حركه الامعاء داخل الابدومنال كافيتي راح قسم من عندك تفقد البريتونيوم وقسم من عندك تبقى محتفظه بالبريتونيوم. البريتونيوم اللي موجود هنا بالحقيقة راح يكون مكانات معينة أكثر من طبقة واحدة، فبالتالي راح يكون لي مثل الليجمنت، راح يعطيك تسميات خاصة بهذا المكان. هسه أنا مفترض هاي العضلات بدي أشوف الأنتيرير أبدومينال، بدي أشوف الأبدومينال فيزرا. طبعا هنا بدي أشوف هذا الليفر وهاي الستومك وهذا الأصفر، هذا هو الجريتر أومنتوم. عادة يكون باللون الأصفر. ليش؟ لأنه يكون دوت والفات. هذا بالحقيقة هو أربع طبقات من البريتونيوم من تحت سوية يكون محمل عادة بالفات، يعني دوت والفات. هسه من أواخره راح أشوف وضوح الستومك، كذلك راح يطلع عندي الترانسفيرس كولون هذا، وهذا طبعا الأسندينج كولون، وهنا السمول انتستين. رجعنا بالصورة. طبعا هنا بالحقيقه هو الجريتر اومنتوم يمشي يتصل في الجريتر كيرفتشر اوف ذا ستومك، وبعدين يجي يتصل وين؟ يتصل في الترانسفيرس كولون. يعني من ارفع عن هذا اللي فوق راح يجي وياه منه يجي الترانسفيرس كولون. رفعنا ايضا مقطع اخر وصلنا يجي الليفر، طلع عندي هذا الستركتشر اللي هو هذا اسمه ليسر اومنتوم. ذاك كان اسمه جريتر اومنتوم، هذا هو الليسر اومنتوم. الليسر اومنتوم هو يربط بين الليفر بين الليسر كيرفتشر اوف ذا ستومك. ورا هنا عندي فتحه طبعا هاي اسمها الاتيتود فورامين موجوده هنا بين الفايلرز اوف ذا ستومك وبين الليفر. اقدر طبعا هاي الناتشرال اوبننج موجوده، فتحه موجوده تقدر تصور فيها صبعك مثلا وين تكون وراها ورا هذا المكان الليسر ساك. باقي الابدومينال كيفيتي كل هذا اسمه الجريتر ساك. هسه وخرنا جريتر اومنتوم والليسر اومنتوم، طلع عندي هذا اللي اشوفه قدامي هو الليسر ساك. من الليسر ساك اذا افوت بعد اكثر اوخر الستومك، طلعت عندي هاي المنطقه اللي احنا نسميها الستومك بيد. الستومك بيد اللي موجوده هنا شنو عندي بيها؟ راح ادي بيها هذا مثلا البنكرياس، هنا القى الكدني موجوده، هذا السكين والى اخره.
قلنا اكو اجزاء راح تصير ورا البيرتونيوم، اكو اجزاء خارج البيرتونيوم، اكو اجزاء ضمن البيرتونيوم. ليش هذا يصير؟ during development قلنا والروتيشن اوف ذا انتستين. مثلا عندنا البيرتونيوم اللي يتصل او هو خلينا ناخذ الزنجي اللي يتصل بالانتستين مثلا باللارج كولون بالكولون او اللارج انتستين هنا، هذه اثناء الديفلوبمنت راح ترجع تلتصق وين بالبوستيرا الابدومينال وول، فيبدي البيرتونيوم او المزنتر اللي صاير وراها يبدي اضمحلال الى ان يروح، فبالتالي راح تكون البيرتونيوم يغلف لي الكولون الاسيمبلي وود اسيمبلي بس من الانتيريور وجزء من اللاتوب. فبتكون احنا نفتح نفسها على ريكتو بيرتونيوم، كذلك الكدنيز اصلا هي تكون خارج البيرتونيوم الى الخد. الستومك تكون ضمن البيرتونيوم طبعا مغلفه بالبيرتونيوم، كذلك السكين مغلف طبعا مو تماما 100% مثلا درجة خارج او ما مغلفه بالبيرتونيوم هي مثلا دخول وخروج البلاد فازل. هنا البنكرياس هو واحد من الريترو بيرتونيوم ستراكشر صاير خلف البيرتونيوم، كذلك السمول انتستين بدايتها اللي هو الدودينوم. الدودينوم بالرغم انه الاستومك متصله به والاستومك هي انترا بيرتونيوم، لكن هو يطلع من البيرتونيوم. ليش؟ لانه البوستيريور مزنتري ما راح يكتفي اثناء الديفلوبمنت، راح يكون وين؟ خارج البيرتونيوم او ريترو بيرتونيوم ستراكشر. هنا نشوف الدودينوم هو ريترو بيرتونيوم ستراكشر، هذا هو نقول هذا هو الجزء الاصفر اللي هو البيرتونيوم اللي نشوفه صاير انه خلف البيرتونيوم. وراها راح يطلع بالدودينوم دودينوم ستراكشر، هذا الدي جي ستراكشر راح يجي الدودينوم. هذا الدودينوم يكون هو انترا بيرتونيوم يعني في ميزنتري، هذا اللي اشوفه هنا هذا هو الميزنتري، او احنا يطلق عليه طبعا الميزنتري اوف سمول انتستين، او بصوره رئيسيه هو الميزنتري. الاتاشمنت اوف ذا ميزنتري راح نشوف هذا الصوره، هذا الاتاشمنت اوف ذا ميزنتري، وبالتالي راح يفتح طبعا الميزنتري هي هو بيرتونيوم فول، راح يفتح هذا الميزنتري بحيث يتوسع حتى يشمل لي، لانه اذا نشوف هنا طبعا كلش يعني قصير المسافه، يبدي من الابر ليفت ينزل داون وورد رايت. هنا راح يرسم لي هذه المنطقة اللي يسمونها الانتراكوليك كومبارتمنت. هذا اشوف هذا المكان، هذا اتصال الترانفيرس كولون، هذا الميزنتري او الميزو كولون، ترانفيرس ميزو كولون اتصاله بالبوستيرير وورد، فبالتالي راح يقطع لي الابدومينال كيفيت الى سوبراكوليك وانتراكوليك ستراكشر او كومبارتمنت. الكومبارتمنت هذا اللي موجود بالاسفل ايضا راح يطبعه الميزنتري الثاني. فبنشوف ان المزنتري راح يتوسع هنا حتى يشمل، لانه احنا نعرف انها طويله حتى توصل الى 5 أو 6 أمتار، فبالتالي يعني هذا قصير الاوريجن لكن الانسيرشن ما تكون واسع. السمول انتستين قلنا بوضوح نقدر نشوف انه دودينوم يكون وريترو بيرتونيوم، وبالتالي راح يكون فيكس تو ذا بوستيريور وول. في حين تاثير السمول انتستين الاخرى اللي هي بدايه من الدودينوم راح تكون تقريبا نوعا ما فري.
وبالتالي قلنا انه يكون الانتستن هذه سمول انتستن 3 طبعا مكان السمول انتستن عاد لانه قلنا 3 فما نقدر احنا نفصل تماما بين الانتستن والاليوم لانه هو تركيب متصل ومتشابه الى حد كبير، لكن نعرف انه في المنطقه الابر ليفت كوادرنت يكون موجود وليجنو الابر اللور رايت كوادرنت الثاني يكون الإيليوم. حتى من وصلها راح يطلع عندي الاسندين كولون والديسندين كولون. ليش نطلع هسه؟ لانه مغني ريترو تريكونيال ستراكشر. السيكمويد كولون يختلف عن الاسندين والديسندين كولون، هذا هو السيكمويد كولون بانه يحتوي على ميزان في سيكمويد ميزان كولون. وخرناهم لما يكون راح يطلع عندي هذا البوستيريور ابدومينال وول، هنا هذا التريكونيال كيفيتي موجود في البوستيريور وول. فال فكتورز البقت عندي هنا هو الانتستين، من الانتستين هو الجينا، وخرجت بريتونيوم طلعت عندي هاي الريترو بريتونيوم فكتورز. طبعا السكين هو البوزيشن مالته هنا صاير لكن هو انترا بريتونيوم. هذا هو البنكرياس، البنكرياس صاير بنص السي شيء الجينا بين كلهم ريترو بريتونيوم. هذا الكبنيز موجودة طبعا مغلفة بالفات، الفات هاي موجودة كذلك هاي المصل اللي موجودة في البوستيريور ابدومينال وول. عندها وصل هسه شوية شوية من الفكتر إلى أن طلع عندي بعدين الانتيرير فينا كافا، وهذا هو الأيورتا. طبعا هاي الليمف نودز اللي موجودة وهاي الفلكسسز النيرف فلكسسز اللي موجودة بهذا المكان. إذا أسوي دايسكشن شوية شوية إلى الباكورد هنا وخرج كل البذرة، طلع عندي posterior abdominal wall. posterior abdominal wall إذا أريد أعدده فهو نقول وما ننسى ال diaphragm جزء من عده يشكل جزء من الأنتيرير posterior abdominal wall. عندنا بالأسفل هذه المصلص اللي هي اسمها السوس ميجر، وهذه هو السوس ماينر، وهذه الداتس. وهنا عندي راح أشوف عضلة أخرى اللي هي ال quadratus temporum muscle. هذا هنا هاي امتدادات العضلات اللي هي الانتيرو مصر او الانتيرو لاترال وول. هذا الفوستيرو ابدومينال وول الدايفرام والكرورة او الدايفرام والفادريتا سلمبورم سواس مينجر سواس ماينر، وهذا الميديان اريكويت ليجامنت واللاترال اريكويت والميديال واللاترال اريكويت ليجامنت اللي موجود هنا، كذلك الارياكاس والفايرفورمس مصر والكوكسيجيس مصر. لان طبعا بالفوستيريور وول لكن بالنسبه وين؟ للفلبيك ريجن. تقريبا هذا كل ما هنالك about anterior أو anterior lateral abdominal wall. مرينا على posterior abdominal wall وكان على abdominal cavity in brief. طبعا peritoneum في description واسع جدا، إن شاء الله نعطيك وقت آخر في محاضرة أخرى.